التاسعه الافريقيه او الاميله الافريقيه هي كان ليها السبق في فتح باب بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي، منها طبعا كمان الحصول على كاس مصر نتيجه الثقه الكبيره وامكانيات النادي الاهلي، وصلنا لكاس العالم للانديه، وصلنا للسوبر الافريقي ان شاء الله. فكل دي انجازات يعني رغم الظروف الصعبه، لكن اواخر 2020 وكمان مش هنسى عشان كلنا طبعا فرحه السله خدتنا، لكن انا في اعتقادي كمان امبارح كان في مباراه رائعه للنادي الاهلي امام الاتحاد السكندري، والفوز 4-0 وفي اعتقادي الشخصي من افضل المباريات على المستوى التكتيكي اللي قام بيها موسيماني خلال الفتره اللي فاتت. ده بالتاكيد يا كابتن هاني، اعتقد كمان انه مباراه قدام فريق الاتحاد السكندري، فريق مش قليل، فريق بتاريخ كبير وكمان فريق جيد في الوقت الحالي. يعني الحاج محمد مصلحي قدر انه يكون فريق كويس، فتح باب التعاقدات، جاب لعيبه كويسه، جاب كابتن حسام حسن مدير فني. اعتقد كمان انه مباريات النادي الاهلي قدام كابتن حسام حسن مش دايما مباريات سهله، بالعكس هو بيحاول يجتهد على قد ما يقدر انه يقدم افضل ما عنده، انه بيبقى شاحن لعيبته بشكل كبير قوي. هو يمكن ما حسبهاش صح فنيا في المباراه دي، لو اتكلمنا بتجرد شويه مش على النادي الاهلي بس، على الاتحاد كمان، هو ما قدرش حتى يواجه النادي الاهلي ياخد منه نقطه، لا هو كان طمعان قوي فتعاقب عقاب شديد قوي، النتيجه كانت ممكن تتضاعف جت كبيره. بالظبط النتيجه كبيره قوي، وفي نفس الوقت كمان اعتقد انه فكره مين بيسجل الاهداف للنادي الاهلي في المباراه، انت بتلاقي كل الخطوط بتسجل تقريبا، بتشوف لعيب زي اكرم توفيق باداء قوي جدا وبيسجل هدف وبيقدم مباراه كبيره، وكهربا وشريف محمد شريف انا شايفه من زمان من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، وجوده في النادي الاهلي هيديله كمان قيمه اكبر لانه هياخد خبرات اكتر، هيتحط تحت ضغوط في النادي الاهلي مش هيشوفها في اي نادي تاني، هتبتدي تثقل موهبته او تثقل موهبته قوي علشان يقدم افضل ما عنده. كان هو بقى خلاص دخل منتخب مصر وسجل كمان اول هدف دولي الفتره اللي فاتت، فاعتقد انه محمد شريف من المكاسب اللي مستمره مع النادي الاهلي.